ألقى مواطنون أو مستوطنون إسرائيليون مواد مشتعلة على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بالقدس المحتلة، وهي المرة الثالثة خلال أسبوع. أفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين أضرموا النيران في أجزاء من الساحة الخارجية وألقوا الحجارة باتجاه المقر. كان المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني قد أعلن الخميس الماضي إغلاق المقر في القدس لحين اتخاذ سلطات الاحتلال إجراءات الأمن المناسبة لحمايته من هجمات المستوطنين.